السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات كورس Implementing Cisco AG Network Security Solution برعاية جروب المهندس عادل الحميدي. إن شاء الله معاكم إبراهيم كرم مكملين في الكورس بتاعنا، والنهاردة معانا الـ ASA. هنتكلم النهاردة يا شباب على الـ ASA Essentials، مبادئ تشغيل الـ ASA. طبعا المفروض إن أنت اتعرفت على الـ ASA في CCNA Security. النهاردة هنراجع اللي حصل في CCNA Security، وكمان هندي هنت كده صغير على ايه الجديد في CCNA Security، وايه الجديد كمان في الفيرجن الجديد السنس مكان الفيرجن القديم. خلينا نبدأ كده الاول بالفايرول. يعني ايه فايرول؟ اساسيات الفايرول. الفايرول يا شباب هو يعتبر زي ما بنقول دايما عنق الزجاجة او المدخل الرئيسي. اي شبكة عندي محتاج ان انا امنها بفايرول، بحيث ان انا اكون عارف مين اللي جاي لي من بره. فلذلك دايما يكون عندي نوعين، تو تايبس، تراستد وان تراستد. ان تراستد اي حد خارج الشبكة بتاعتي بالنسبة لي ان تراستد، داخل الشبكة بتاعتي تراستد، اللي جوه الطبيعي ان هو يخرج، لكن اللي بره مش طبيعي انه يدخل الا لو استدعى من جوه او لو انا سمحت له بطريقه معينه او بتكنيك معين. يبقى الفايروول باختصار خالص هو ديفايس، جهاز هيتحط على بدايه الشبكه بتاعتك عشان يفلتر الترافيك، يقول لك مين يدخل الشبكه ومين ما يدخلش. ممكن بعد كده اقول مين يخرج ومين ما يخرجش، مفيش مشكله، ولكن في المبدأ العام انا اللي عندي داخليا دايما مين؟ انسايد، يعني دايما مفيش منهم خوف. انما الجزء الخارجي هو دايما اللي منه قلق ومنه خوف. طيب بنستخدم اساليب كتير جدا في الفايروول، اشهرها هما التلاتة دول: الستاتيك باكيت فلترنج، والبروكسي سيرفر، والستيتفول باكيت فلترنج. تعال نشوفهم مع بعض كده. الستاتيك باكيت فلترنج بيعتمد على اكسس كنترول ليست. الستاتيك باكيت فلترنج بيعتمد على يا شباب، بيعتمد على اكسس كنترول ليست، تطبق على انترفيس بتفلتر الباكيت اللي بتعبر الانترفيس دوت، والاكسس كنترول ليست هي اللي بتحدد السكيورتي بوليسي بتاعتي. يعني الفايرول هيشتغل على الاكسس كنترول ليست دي، بمعنى انا سي مثلا عايز ان ايه داتا جايه من اي ال بي يس، من اي ال سي نو، خلاص الفايرول هيقول لك من اي ال بي اتفضل، من ال سي لا اسف انت مش مخصص لك انك تخرج في الاتجاه ده. كذلك انا مش عايز حد خالص يخرج من الناحيه دي، هحط اكسس كنترول ليست محدده وواضحه تعمل لي رول معينه. طيب بالنسبه للبروكسي سيرفر، الاستخدام التقليدي للبروكسي دايما هو فلتره الويب ادريسز، وهو بيعمل على الكلاينت. يعني انا على الكلاينت هعمل له كونفيجريشن، اقول له انت البروكسي بتاعك كذا، فانت لما تحب تعمل اكسس روح للبروكسي ده، هو هيتولى المهمه عندك. او ان انا بحطه على الجدار على الفايرول بتاعي، بحيث ان هو يفلتر كل الويب ترافيك اللي ماشي خارج. بس هو عشان بيشتغل على لاير 7 ابر لاير، يعني في الاو اس اي، فبيستهلك يعني من الشبكه ريسورسز كتير جدا، وبيعمل لي بطء في الشبكه وممكن كسره بسهوله. طيب الستيتفول باكيت فلترنج، الفلتر اللي بيتم عن طريق الستيتفول، وهو دوت اللي مستخدم عندنا في سيسكو اي اس اي. الستيتفول يا شباب شبيه جدا بالوضع التقليدي الخاص بالاكسس كنترول ليست، مع فرق رئيسي. الفرق الرئيسي ان هو بيعمل كومبليت سيشن ستيت تيبل، يعمل لي تيبل هنا، التيبل دوت فيه كل السيشنز اللي حصلت. طيب هستفيد من التيبل ده في ايه؟ هستفيد من التيبل ده ان انا بناء عليه هاخد القرار. قرار ايه بقى؟ قرار الرجوع، قرار العوده من الخارج. انا دلوقتي وانا خارج من الشبكه بتاعتي اتعمل لي ستيت تيبل. الستيت تيبل دوت بيقول لي ان في مثلا تي سي بي كونكشن حصل، في يو دي بي فلو حصل. تي سي بي كونكشن او اليو دي بي فلو اللي خرج من الفاير وول بيتسجل، فهو راجع بشوف اللي اتسجل ده، هل بناء عليه هاخد قرار؟ القرار ده هو فلان ده كان طالب سي مثلا
اف تي بي من سيرفر معين. فهو رد بالاف تي بي، اتفضل. لا، رد بحاجه تانية، لا معلش اسف، انا اللي عندي متسجل ان انت عايز كذا مش عايز كذا. وبناء عليه بقى ممكن اعمل شغل كتير جدا، بحيث ان انا افلتر الباكت بطرق مختلفه جدا من المنطق ده. فمن المنطق ده بقى ممكن نشوف الستيتفول باكت فلترنج مع ابلكيشن انسبكشن اند كنترول. الابلكيشن نفسه افحصه واتحكم فيه واقفله وامنعه واعمل كل شغل على الابلكيشن. نتورك انتروجن بروتكشن سيستم اي بي اس، ايه ده؟ هو انا ممكن اشغل الفايروول بتاعتي كاي بي اس؟ طبعا. ليه؟ هنا الستيتفول اداني الخاصيه ان انا بقيت اشوف شكل الترافيك زي ما نسميها كده، الاوجه المألوفه او الشكل العام الجنرال شيب. كمان النتورك بيهيفير اناليسيس. النتورك بيهيفير اناليسيس يعني ايه؟ النتورك بيهيفير اناليسيس يا شباب، دلوقتي الباكت الفلانيه لها شكل معين فلاني متعودين عليه، الشكل ده او السلوك ده اللي هو البنج مثلا ليه ريت معين، ليه طول معين، بدأ يحصل فيه خلل. لا خلاص، ابدأ ان انا اخد بالي وابدأ اعمل الانسبكشن بتاعي او ابدأ اعمل الدينايل بتاعي وهكذا. يبقى التعامل مع الفاير وول في الستيتفول يعتبر هو اقوى من الانواع السابقه، وبالتالي الاي اس اي شغال على مبدا الستيتفول باكيت فلترنج عشان يمكنني من عمل اوبشنز متعدده على الشبكه بتاعتي. طيب، الادابتيف سكيورتي ابلاينس او الاي اس اي بتاع سيسكو منه ست مودلز مختلفين. الستة موديل الرئيسيين دول بيطلع منهم بقى انواع كتير جدا، مثلا 5505، 5510، 520، 40 and so on. بس اللي انا عايز افرقه لك النهارده هو النكست جينيريشن فاير وول سيرفيسز. ده الجديد عندي بقى، يعني احنا اوريدي اتعرفنا على الكلام ده كله في سي ان سكيورتي وفهمنا الكلام ده كله، فعشان كده مش عايزين نكرر الكلام. حتى انت ممكن تسيرش على جوجل فيديوز زمايلنا مش مهندسين كتير شرحوا الموضوع دوت بالتفصيل، عشان بس ما بقاش احنا بنكرر في كلام متقال قبل كده. كل الكلام ده مشروح قبل كده في كورسات السي سي ان اي سكيورتي. خلينا نهتم النهارده بالشغل بتاعنا. الشغل بتاعنا النهارده ان سيسكو نزلت فيرجن جديد من الاي اس اي. الفيرجن ده بيتميز دايما بحرف الاكس او حرف السي اكس. حرف ايه؟ الاكس او السي اكس. يعني مثلا القديم كان اي اس اي 5500، الجديد اي اس اي 5500 اكس او 5500 سي اكس. طيب ايه بقى اللي حصل في الاكس والسي اكس دوت؟ اللي حصل ان انا بقيت بعمل نيو ويب بيست مانجمنت انترفيس اسمه سيسكو برايم سكيورتي مانجر. ده احنا دخلنا بقى في موضوع جديد، موضوع اسمه سيسكو برايم. سيسكو برايم انفراستراكشر من التكنولوجيز الجميلة جدا والرائعة جدا اللي سيسكو منزلها اخيرا. هو تبع الكلاود والسيستم مانجمنت. ممكن ندخل على موقع سيسكو ونشوف نتعرف اكتر على السيسكو برايم انفراستراكشر. هو تول او مجموعة من التولز بتدير المانجمنت سوليوشن للوايرلس والوايرد لايف سايكل مانجمنت، ادارة الشبكة. وفي الحقيقه هو تطبيق ممكن ان انت تعمل بيه اكسس من كذا ديفايس من اي مكان، تدخل على اي ليفل في الشبكه، لو ابلكيشن ليفل، سيرفيس ليفل، انفراستراكشر. وبسرعه هو بيحدد مثلا في عندك ابلكيشن بروبلم ديتكتد، هنا بيبدا ان هو يشوف السيرفيسز ايه المتعلقه بيها، ومن خلال قياس البرفورمانس بيدخل على طول بيعرف ان المشكله فين في النتورك في الانفراستراكشر. بيوفر قوي على الناس بتوع الاي تي. بعد ما كنا بنقعد بالساعات نترابل شوت وندور ونحسب ونشوف ونجرب، البرايم وفر لي كتير قوي. وبصراحه هو تطبيق رائع، سواء على نطاق بقى البرايم الخاص ب هنا الخاص بسيسكو اللي هو الخاص بينا اسف في السكيورتي، اللي هو سيسكو برايم سكيورتي مانجر، اللي هو يعتبر يعني بديل الاي اس دي ام،
طبعا كنا شغالين الاي اس دي ام، وهنشتغل برضو الاي اس دي ام مفيش مشكله، ولكن البرايم اكتر من رائع. لما بيشتغل في الشبكه عندك بتحس بالاثر بتاعه، بيبقى واضح جدا، واضح جدا ان في حاجه جديده ظهرت عندك قوي قوي في الشغل بتاعه. كل الناس اللي اشتغلت عليه فعلا قالوا ان البرودكت ده من اروع البرودكت اللي سيسكو قدمت. فعلا سيسكو شغال الفترة الأخيرة كويس جدا جدا في خلال، وبالذات في موضوع الكلاود والداتا سنتر، في السوليوشنز الجديدة شغالين كويس أوي. طيب يبقى البرايم ده حاجة. تاني حاجة ان انت بيدعم الاني كونكت سكيور موبيليتي. طبعا عارفين برضو ان من ضمن التكنولوجيا سيسكو كانت مقدمة من زمان حاجة اسمها اني كونكت، عشان ان انا اتصل بالشبكة بتاعتي في اي وقت، فهو بيدعم برضو الاني كونكت. كمان بقى الجديد ان هو بيدعم الاي سي اي او كمان، اللي هو السكيورتي انتليجنس اند اوبريشن، ودي حاجه قويه جدا عندي في علم السكيورتي يا شباب. بقدر تفتح لي اوبريشنز مهوله. زي ايه؟ تعال نشوف مع بعض كده. زي الاي في سي مثلا، سيسكو ابلكيشن فيزيبيليتي اند كنترول. بقدر ان انا اتحكم جوه الابلكيشنز اللي شغاله عندي على الويب، مش الويب بس. يعني كنا زمان نقول لك فلتر للويب ترافيك، فلتر للمواقع الفلانيه. لا، انا عايز مش افلتر الويب بقى، ده انا عايز افلتر الابلكيشن، الجيمنج، الشاتنج مثلا على موقع معين، او التفاعل بطريقه معينه مثلا على فيسبوك. عايز الغي حاجه معينه، مش الموضوع كله ما بقاش ان انا عايز ابلوك الفيسبوك او اسيب الفيسبوك. انا ممكن اسيب الفيسبوك بس ابلوك حاجات معينه على الفيسبوك. كمان عندي ال WSCE، كمان عندي طبعا ال SIO، ال IPS Intrusion Prevention System، ممكن اطبقه على الفايروول، ال VPN. كمان ممكن ان انا بسهوله جدا اضيف اي سكيورتي سيرفيس بسرعه وبسهوله على حسب اللي انا محتاجه في الـ ASA بتاعتي. تعالوا نراجع بسرعه كده يا شباب ازاي احط الـ ASA على الـ GNS3. طبعا بحمل نسخه الـ ASA بتاعتي، وانا هحمل احدث نسخه اللي هي 8.42، اللي هي 8.4 الفيرجن الثاني. ده مهم جدا معايا هنا في سي سي ان اي بي سكيورتي، غير سي سي ان اي كان ممكن ارضى باي فيرجن، لان في سي سي ان اي بس يا دوب كنت بعرف ايه يعني ايه اس اي بس. انما المره دي ان شاء الله هنشتغل على شويه ديتيلز، فبالتالي محتاج ان انت تاخد ايه الفيرجن الجديد. فهتعمله داونلود وتحطه في فولدر. اوكي، ومن الفولدر دوت بتبدا تحدد المسار بتاعه في جي ان اس 3. اوكي، بعد كده بندخل بقى على جي ان اس 3 نفسه. بدخل ايديت بريفرنسز، بريفرنسز بجيب الكيميو، بجيب الاي اس اي، وببدا هنا احط الاسم بتاع الاي اس اي بتاعتي. سي هسميها اي اس اي 1. الرامات بتاعتي كام، بحاول بقدر الامكان اعلي الرامات عشان الشغل بتاعها يبقى اسرع. السطر دوت بعدله من خلال الكيمي اوبشنز، هو طبعا بيكون فاضي فانا بكتبه من الانستليشن اللي انا حاططه لك. كمان السطر دوت بحطه من الانستليشن، يعني الاثنين دول بضيفهم. مكتوبين فين؟ مكتوبين هنا هم يا شباب. تعال نشوف كده اهو، ادي اول سطر وده تاني سطر. كلام جميل. بعد كده بسيب كله ديفولت، وتحدد لي المسار بس بتاع نسخة الاي سي اي بتاعتك اهوت. انا مثلا عندي الاي سي اي انا حاططها على الديسك توب هنا مثلا بتاعي. فين في الديسك توب بتاعي؟ هنا، ادي الاي اس اي 8.42، النسختين بتوعها الكيميو والاي او اس، بجيبهم وبحطهم هنا، اقول له ابلاي اوكي، فبياخد الكلام ده بيسجله عنده. بعد كده بقدر بقى كده ان انا اضيف الاي اس اي اهو. ده الاي اس اي بتاعي، ممكن اعمل له هنا ايه تشغيل ستارت على طول. بس خلي بالك هو الاي اس اي بيختلف شويه عن الراوتر. الاي اس اي بيسحب شويه من البروسيسور، فاول ما يشتغل هتيجي تبص هتلاقي البروسيسور بتاعك بدا ايه زي ما انت شايف كده، بدا فيه شغل ازيد من الطبيعي. طيب خلاص شغلت الاي اس اي، عايز اشوف الكونسول بتاعه شكله عامل ازاي. فبفتح الكونسول اهوت، تمام، ومفروض دلوقتي هو شغال بيحمل. هسيبه يحمل وتعالى نكمل بقيه الخطوات. يبقى حملت نسخة الـ ASA وشغلت الـ ASA بتاعتي. بعد ما شغلت الـ ASA هضيف في الاكتيفيشن بتاعها الـ two command دول، عشان ده كي خاص باللايسنس عشان يأكتيف لي الخصائص بتاعة الـ ASA. تمام. طيب بعد كده على ما يفتح، لأنه طبعا لسه هياخد وقت شوية، على ما يفتح
تعالى نضيف اللوب باك ادابتر للويندوز عشان اكونكت، يبقى جهازي كونكت بالاي اس اي، فبضيف اللوب باك. انا الكلام ده كله كلام قديم واحنا عارفينه، بس انا هراجع عليه سريعا. بس اللوب باك ادابتر دوت ان انا بفتح الكوماند برومبت، لازم يكون كادمنستريتور، وبعد كده بكتب الكوماند ده اتش دي ويزارد، الهارد هاردوير ويزارد ده هنا اهوت في السي ام دي، ده الكوماند بتاعي، ينفذه نيكست، بعدين اضيف لوب باك. اللوب باك ده بيجي منين؟ من طبعا نتورك ادابتر. فين النتورك ادابتر بتاعي؟ ادي النتورك ادابتر، نيكست، بعدين بختار ايه؟ مايكروسوفت. مايكروسوفت بختار ايه؟ اللوب باك بتاعي. فين ادي اللوب باك؟ اهو لوب باك ادابتر، نيكست نيكست، إيه بيسطب لي لوب باك. تمام كده هلاقيه ظهر معايا فين؟ ظهر معايا في الادابترز بتاعتي. بقى عندي في هنا ايه؟ ايثرنت جديد اهوت اسمه ايثرنت 4، انا طبعا مش محتاجه دلوقتي، انا محتاج واحد بس، ده ايثرنت 2 اللي انا شغال عليه دلوقتي، إيه كفايه. بحطه، عايز احط له اي بي عادي خالص، بدخل بروبرتيز وبحط له اي بي ادريس بتاعه. تعالى نحط له اي بي بالمره، هتحط له اي بي مثلا سي 192.168.10، اوكي مفيش اي مشكله، ويبدا ان هو يشتغل معاك عادي خالص. يبقى كده ده لوب باك انترفيس. اللوب باك انترفيس ده بحطه داخل الجي ان اس 3 ازاي يا شباب؟ كده بجيب هنا حاجه اسمها كلاود، كلاود دي بدخل في الكونفيجريشن بتاعها اهون، بجيب اهو ده ايثرنت 2 اللي انا مشغله بضيفه، اوكي تمام. انا اجيب سويتش بقى ايثرنت سويتش عادي خالص عشان اوصل ما بين ال ادي اهو الكارت بتاعي والسويتش، وهنا ما بين السويتش والفاير والاي سي. طبعا لسه بيقوم، فانا عايز اعمل اد، اوكي مفيش اي مشكله. تعالى بس الاول نشغله ونكتفه، يلا نو هاكتف، هجيب التو كوماند اللي اتفقنا عليهم بتوع الاكتيفيشن، اكتيفيشن كي ادي اول واحد ده، ده اللي مش شغال مش مشكله، انا اجيب التاني اهو، اوكي بياخد وقت شويه، ماشي مفيش اي مشاكل. validated activation key، ده طبعا شباب ممكن نغير اسمه كده loop back interface. طيب الادرس بتاعه لسه حاطينه دلوقتي 168.10.24، اوكي. طب بالنسبة لل ASA لما اوصلها احط لها اي بي ادرس مثلا وليكن 192.168.50/24، اوكي. تمام اهو اعمل اكزيت رايت، هبدل الكونفيجريشن وبعدين ريلود عشان الاكتيفيشن ياخد دوره، اوكي كده حصل شت داون. ممكن انا استغل الشت داون داون في ان انا اهو هنا ستوب عشان اوصل، اوصل هنا على اي زيرو، بعد ما اوصل هبدا اعمل ايه، سوري هعمل ستارت تاني الاي سي بتاعتي. مفترض كده ان الاي سي كده حصل لها اكتيفيشن، هاجي بقى دلوقتي يا شباب مفترض ان انا هحط على الانترفيس دون اللي هو الاي زيرو ده، هحط عليه الاي بي ادريس دوت 192.168 كام؟ 50.
هدخل على الانترفيس جيجا بيت ايثرنت زيرو مش داون، والاي بي ادرس بتاعي 192.168.255.255.255.0. النيم اي اف بتاعي خليه مثلا مانجمنت، اوكي. وطبعا عمل له على طول ست السكيورتي ليفل بتاعه بزيرو، طبعا لو انسايد كان هيبقى 100 مفيش اي مشكلة. كده مفترض ان انا لو عملت بينج على 192.168.10 اللي هو الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعي فعلا سكسسفول، وفعلا لو جهزت على الجهاز بتاعي نفسه وعملت بينج على 192.168.51 اللي هو ال ASA برضه بيربلاي معايا، يبقى كده حصل كونكشن ما بين الديفايس بتاعي اللي هو ممثل في السي 2 دي او الكلاود في اللوب باك انترفيس 192.168.10، وما بين ال ASA في الاي بي بتاعها اللي هو 192.168.50. نشوف بقى المرحله اللي بعد كده وهي مرحله اضافه ال ASDM. كلام جميل. ال ASDM هضيفه عن طريق تي اف تي بي سيرفر، سطب اي نوع من انواع تي اف تي بي سيرفر، ويكون سولار وين، تي اف تي بي 64، اي نوع تلاقيه موجود عندك مفيش اي مشكله. اهوت انا سي مثلا عندي تي اف تي بي سيرفر دوت، شو دايركتوري بتاعه، ادى الدايركتوري اكسبلورر اهوت. انا حطيت هنا نسخه الاي اس دي ام بتاعتي اللي هي 731-101 اللي هي اخر نسخه. طبعا دي ممكن تنزلها على سيسكو، او انا هرفع لك كل الفايلات دي مفيش اي مشكله. طبعا دي دوت بن عشان نبقى عارفين برضو، لو انت حابب تشوفها بتشوفها من هنا اهو فيو هايد اكستنشن، ما تخفيليش الاكستنشن، فبالتالي سوري عمل هنا دوت بن، فانا ممكن على طول ان انا اخد الايه الفايل ده انسخ اسمه يبقى معايا. طبعا التي اف تي بي بتاعي انا مكتبه على الانترفيس اللي هو 192.168.10 اللي هو بتاع اللوب باك، فبالتالي هو احنا شايفين دلوقتي ان التي اف تي بي تبع مين، تبع اللوب باك. فنبدا بقى ندخل على الاي اس اي بتاعتي ونعمل كوبي من التي اف تي بي رقم 10 اللي هو ممثله الجهاز بتاعي للاي اس دي ام في الفلاش. طيب او ممكن ان انا اعمل كده، يعني انا افضل اعمل كوبي تي اف تي بي وبعدين فلاش، هو بقى يسالني عشان ما اتلخبطش. فهو انا دلوقتي قلت له كوبي من التي اف تي بي للفلاش، بيسألني التي اف تي بي مين؟ اهو 192.168.10 اللي هو مين يا شباب؟ نراجع تاني بسرعة، اللي هو الانترفيس بتاع اللوب باك. كلام جميل. السورس فايل، الفايل اسمه ايه؟ تاني نرجع نجيبه كده بسرعة. اكسبلور اهو كنترول سي، وباجي هنا ايه بيست، هو ده اسمه. كلام جميل. طبعا كده في حصل ايرور، مش مشكلة هلغي الكلام ده وارجع تاني انفذ. 192.10 ايوه ده ال اس دي ام ماشي، والديستنيشن برضه اس دي ام، بدأ ينسخ كده معايا. اديت له السورس والديستنيشن، فبدأ معايا ايه يعمل عملية كوبي كده، بيكوبي نسخة ال اس دي ام من ال الديفايس جهاز الكمبيوتر بتاعي الدايركتوري، بينقلها فين على هتلاقي برضو هنا في انديكيشن جاي لي في التي اف تي بي ان في عملية نقل بتحصل ما بين جهاز الكمبيوتر بتاعي وما بين الاي اس اي بتاعتي. بعد طبعا ما يخلص نقل كده خلاص، هو بسجل فين؟ بسجل في الفلاش بمساحته اللي احنا شايفينها معانا، نبقى عارفين برضو المساحة بتاعتها يا شباب عشان اتشيك. وممكن انزل كذا اس دي ام، كذا نسخه، واكتف نسخه معينه مفيش مشكله. يعني انت لو عندك نسخه قديمه ونسخه وعايز تجرب يعني وتقارن مفيش مشكله، انت ممكن تنزل كذا نسخه وتاكتف النسخه اللي انت عايز تشغلها مفيش مشكله. طبعا بعد ما يخلص عمليه النقل هلاقي عندي هنا ان انا هفعل الاي اس دي ام ايمج بتاعتي زي ما بقول لك. طبعا لو انا عندي كذا اس دي ام مفيش مشكله، بختار النوع اللي انا عايز افعله عن طريق الاوامر دي، اس دي ام ايمج من فلاش كذا كذا السيرفر انيبل، وهشوف الكلام ده بالتفصيل. يبقى الاس دي ام ايمج
بجيب الايمج بتاعتي من الفلاش وافعلها اهو هون، بدخل كونفيجر تيرم. قبل ما ادخل هات لي شوف فلاش كده اهو، فعلا ال ASDM نزلت عندي بمساحتها هي 19 ميجا ASDM 731 كذا كذا، مفيش اي مشكلة. كونفيجر تيرمينال اقول له بقى نسخة ال ASDM بتاعتي يا عم الايمج خدها من الفلاش. مين في الفلاش يا ريس؟ النسخة بتاعت اللي هي مين الاسم بتاعها. فهنا فعلت مين يا شباب؟ فعلت ال ASDM image اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في الفلاش. طيب كلام جميل، بعدين شغل ال HTTP، خدمة ال HTTP server enable، شغلنا خدمة ال HTTP. بعد كده اعمل ايه؟ افتح ال HTTP لمين بقى؟ لمين بقى؟ لل IP address بتاعت الجهاز بتاعي، عشان هو يبقى بس هو اللي يقدر يدخل على المانجمنت ده. فهو 192.168.10 ده الاي بي بتاع مين راجع؟ بتاع الجهاز بتاعي. وخلينا 4255 معناها ان هو الاي بي ده بس هو اللي يقدر يدخل يعمل مانجمنت. اوكي اهو، طيب كده تسجل معايا. بعدين اعمل يوزر نيم، يوزر نيم مثلا هسميه كرم، باسورد سيسكو 123، بريفليج ليفل مثلا 50. حاول في الحقيقه دايما يا شباب اليوزر نيم والباسورد حاجه مميزه جدا، حط علامات تعجب عشان علامات خاصه عشان تقلل فرص البرنت اتاك. بعد كده هنريبوت بقى، هنسيف الكلام ده هون. بعد ما عملت الريلود لل ASA بتاعتي حاول بقى ادخل عليها منين يا شباب؟ من الويب براوزر بتاعي. بعد ما اخلص عملية الريلود هفتح ال HTTPS دوت 192.168.50، هيدخل لي على ال اهو 192.168.50 HTTPS. هقول له ماشي انا فاهم ال security، ماشي مفيش مشكلة خالص، confirm. ففعلا فتح لي السيسكو ASDM بتاعي اللي هو 7.3 الفيرجن الاولاني. اقول له انستول ASDM لانشر عشان يعمل داونلود لل ASDM لانشر بتاعي. اوكي هذا داونلود، يوزر نيم بتاعي طبعا اللي انا حاطه، باسورد اللي انا حاططها اللي هي سيسكو 123. اوكي الاي بي ادرس بتاعك كام يا باشا؟ 192.168.50. اليوزر نيم بتاعك يا باشا كرم، الباسورد بتاعتك سيسكو 123،
طبعا كده بيحمل معاه شاب ال ASDM اهوت Adaptive Security Device Manager. طبعا لو حصل معايا الايرور دوت ده مفيش فيه اي مشكلة، ده بيكون ان النسخة بتاعت ال ASDM اعلى من الفيرجن بتاع ال ASA بتاعتي، مفيش اي مشكلة خالص. انا عندي كذا نسخة ASDM ممكن اشتغل عليها زي ما قلت لحضراتكم. واحنا بنشوف الكلام ده منين؟ بنشوف فلاش. يعني مثلا نفذت هنا شو فلاش، انا عندي هنا حاطط نسخة ASDM هي رقمها 731 تشميع واحد، مثلا حاطط نسخة تانية كذا، حاطط نسخة تالتة كذا. كل ما بحط نسخة مثلا معينة كل بتتسجل عندي في الفلاش. بس مين اللي شغال بقى؟ لو جيت ابص هنا مثلا شو اي اس دي ام ايمج، وريني الايمج اللي شغالة، فبيقول لي والله ان الايمج اللي شغالة هي 731 تشميع واحد اللي عملت معانا الايرور دي. خلاص، فانا هدخل كونفيجر تيرمينال واقول له نو اي اس دي ام ايمج، شيل الايمج دي لو سمحت. خلاص، فكده لو رجعت انفذ تاني الكوماند شو ASDM image هيقول لي ايه؟ شو ASDM image بيقول لي device manager image file not set. مش يعني هي الايمجز موجود عندي في الفلاش بس انا مش عامل set ل image معين. طيب خلاص، انا هغير الايمج دلوقتي، فهدخل configure terminal واقول له ASDM image بتاعتي هتبقى من الفلاش. مين في الفلاش يا ترى؟ هاخد عندي هنا ال ASDM 711 مثلا بن. اوكي خلاص، دي اللي اكتف دلوقتي يا شباب. طبعا من ريلود عشان التطبيق ده يتم على ال ASDM بتاعتي. بعد ما اعمل الريلود اروح اشوف ال ديفايس مانجر بتاعي السيسكو ASDM، فهكتب هنا الباسورد بتاعتي سيسكو 123 وادخل على ال ASA بتاعتي. كده ال ASDM بيحاول يلونش ال ASA، بيلود البرنامج. طبعا ممكن ارن على طول ارن ال ASDM دايركت من غير ما انزله على الديفايس، بس انا بنزله عشان ايه؟ مش كل مرة بقى يحمل، لا بيبقى متنزل عند البرنامج وبالونش بيه بعد كده على طول. اهو كده فتح معايا يا شباب ال ASDM. ASDM واجهه جي او اي جرافيكال يوزر انترفيس، حاجه جميله جدا، بيعرض لي الرسم بيانات زي ما انت شايف للترافيك ستيتس وللسيستم ريسورسز ستيتس والمانجمنت انترفيسز بقى، وحاجه محترفه جدا بصراحه ما شاء الله. بقدر نعمل منه كونفيجريشن لكل حاجه، للراوتنج، للاي بي اس، للفاير وول، للفي بي ان بسهوله. واهم ميزه، اهم ميزه انا بحبها في الاي اس دي ام، وهي تعتبر الميزه اللي بتخليني اشتغل عليها على طول، هي موضوع البريفيو كوماند بيفور سيندنج تو ذا ديفايس. دايما يا شباب انا معلم الاوبشن ده، جبته منين تاني؟ جبته من هنا تولز بريفرنسز، ده preview command before sending them to the device. ايه الكوماند ده؟ بيقول لي كده قبل ما تبعت، طبعا مش الجي اي، قبل ما تبعت الاوامر عرضها لي، فبيعرض لي اي اوامر بنفذها من خلال شاشة السي ال اي، تبقى شكلها عامل ازاي. مثلا اشوف الانترفيس بتاعتي، او عندي مثلا الانترفيس ده رقمه 50. طب الانترفيس ده ممكن ايديت فيه؟ ممكن ايديت، ايه المشكلة؟ عايز تسميه ايه؟ عايز تسميه انسايت. كلام جميل. طب السكيورتي ليفل بتاعه كام؟ ب 100. طيب انيبل الاي بي ادريس بتاعه بكام؟ ب 10.0.0.1 مثلا. يعني ديسكريبشن ايه؟ كارم مثلا، اي حاجه. استاتيك اي بي قول له اوكي. تشينجينج ذا سكيورتي ليفل اوف ترانسميت كود، ماشي مفيش مشكله، ده حاجه بس ايه للتجربه مش اكتر. تمام، قبل ما اقول له بقى ابلاي هيقوم عارض لي على طول ايه السي ال اي اللي كنت عامله ازاي. كنت هدخل هكتب في الجلوبال كونفيجريشن انترفيس جيجا بيت ايثرنت 1 واعمل نو شت داون، ديسكريبشن كرب،
والنيم اي اف انسايد، السكيورتي ليفل بتاعي 100، الاي بي ادرس بتاعي كذا. فعرض لي كل اللي انا كان ممكن اعمله بالكوماند لاين انترفيس. هنا عايز اسيف تو فايل، بعمل له سيف لو انا بعمل اوبريشن كبيره بعد كده في الفايرول او في الاي بي اس. عايز ان انا خلاص كفايه على كده وسند، اوكي سند، بيبدا يروح لل اي اس اي بتاعتي. ده كده مراجعه بسيطه بس ازاي بشغل الاي اس دي ام على الاي اس اي باستخدام الجي ان اس 3. كده ان شاء الله نقدر كلنا نشغل الاي اس اي على جي ان اس 3 ونوصلها بالاي اس دي ام عشان نبدا بقى نشوف الشغل بتاعنا باذن الله.